كل اللي انا عملته دلوقتي حطيت جريل كده حلو على النار وحطيت فيه شويه زيت، واول حاجه بعملها بنزل بقطع الفراخ اللي متقطعه مكعبات صغيره بالشكل ده. بسم الله كده، وهي على النار هنديها ملح وفلفل ابيض، شويه ملح اهم، شويه فلفل ابيض، ومعلقه ونقلب. يمكن نجيب دي ودي كده. ما حطيتش لسه عليها ايتها حاجه، ولا بصل ولا ثوم ولا حاجه، هي قطع الفراخ كده مع الملح والفلفل الابيض والزيت. لازم تاخد الصدمه دي الاول عشان قطع الفراخ تفضل طريه في الاكله بتاعتك. بالشكل ده كده لونها كلها يتغير، شايفين لونها ابيض ازاي؟ وهروح نازله بالبصله. فين البصله؟ مش شايفاها كده؟ انا حطيت بصلايه على حتت الفراخ وفص ثوم، وحطيت كمان المشروم لو موجود عندك، بشوح كله في بعضه. اهم نصيحه بقى او اهم تكايه، لو المشروم ده فريش طازه اوعي 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 تتقلي عليه في السوى، خليه هو دايما واخد قوام اسفنجي كده، خليه ياخد نفس القوام ده من غير ما يشد معاكي، وانت بتاكليه كده تلاقي فيه القوام الاسفنجي الجميل ده، بيدي طعمه في منتهى الجمال. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان هكذا. بصوا بقى كده كل المقادير على بعضها مع شويه دقيق. شويه الدقيق لازم يتشوحوا الاول مع الخضار، وبعد كده هروح نازله بكوبايه ميه سخنه. ممكن شويه ميه سخنين؟ شكرا جزيلا. كده اول ما الميه دي تغلي اروح مكمله بقيه المقادير بتاعتي. انا بس كده دلوقتي عايزه اطمن ان الفراخ فعلا استوت. هي طبعا اول ما هتاخد صدمتها ولونها يتغير هتبقى خلاص استوت على طول. ادي يا جماعه الـ اسمها ايه، المقادير الحلوه او التحويجه الحلوه بتاعه المكرونه البيضه بالكريمه بتاعتنا، كريمه هاله اللي عملناها مع بعض. لسه هنحطها دلوقتي، تحط في الاخر خالص عشان طعمها وقوامها يفضل موجود في الوصفه بتاعتنا. وادي المكرونه لسه ما نزلتش، وادي الموتزاريلا، وادي الكريمه بتاعتنا قوامها. شوفوا كل شويه بقلب فيها ازاي عشان مش مغطياها، انت غطيها عشان ما تعملكيش القشره بتاعه القشطه دي، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الرغوه الحلوه دي. نجيب كبشه واوريكم اصلا القوام بتاعها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله عليها. نجيب كبشه 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 كبشه. حاضر يا فندم. بصوا القشطه دابت وساحت في سخونيه اللبن، وادي القوام بتاعها وهي لسه سخنه، تبرد بقى تديك القوام بتاع الكريمه الخارجي بالظبط اهو بالشكل ده. بس تبرد يا جماعه وانتم مغطيينها. شايفين بصوا الظهر بتاع الكبشه عامل ازاي؟ بصوا لو عملت كده الخط لم على بعضه ملمش، معنى انه ملمش يعني القوام مظبوط، قوام الكريمه مظبوط. لو لم على بعضه لا تبقى خفيفه او فيها سوائل كتير او فيها ميه، اعملي الحركه دي تلاقي الخط عندك منور اهو. كده قوام الكريمه بتاعنا مظبوط، ظبطت السنين زي ما الكتاب بيقول. شويه كريمه بقى لوز العنب، ما تتكلموش ولا كلمه بقى، اعمليها وعيشي في الوصفات زي ما انت عايزه. الميه عندي غليت، هروح عامله ايه؟ مقلباها كده وهنزل بالكريمه. تعالي هنا اهو يا ستي ما تزعليش. اول ما الميه تغلي بالشكل ده، الميه كده غليت بالدقيق يعني الدقيق خلاص استوى، هنزل بالكريمه كده. انا بقى ايه، هستغل الكريمه السخنه بالشكل ده. بصوا المنظر. وبعد ما احط الكريمه كل اللي هعمله اني هزود شويه ملح وفلفل اسود مش اكتر من كده. عايزين الصوصيره يا جماعه؟ احنا خلصنا اهو، ده احنا هنقدم خلاص، انت ما تعرفش ولا ايه؟ شويه ملح كده، ما تزودوش الملح ولا تزودوا الفلفل الاسود او الابيض عشان طعم الكريمه يفضل دسم وموجود في الاكله زي ما هو. نقلب بسم الله كده، وهي بقى بتغلي كده هروح نازله بالمكرونه وهقدمها كده. تعالوا نقلب بقى ونشوف المكرونه بتاعتنا عامله ازاي. وعشان اقلبها احط كمان شويه موتزاريلا تتقلب معاها وتسيح كده معاها وتديني مطه حلوه قوي بالشكل ده. نقلب، ولو لقيتها محتاجه كريمه تاني
هروح مديها شويه كريمه. عندي بقى الكريمه تحت ايدي بقى يا ستي، زودي زي ما انت عايزه. الاول كنا هنجيب النص لتر ولا اللتر ونقعد جنبه، انا خايفه لا يخلص. يا نهار ابيض دي غاليه. لا الكريمه يا ستي تحت ايدك، بصي المنظر ده. لا انا عايزه بقى شويه كريمه كمان، هزود براحتي. ما هي الكريمه انا اللي عاملاها بايديا وتحت ايديا، مفيش اي مشكله خالص. زودي كريمه، زودي صوص ابيض جميل كده، ودوقوا مكرونه اللي بالصوص ابيض، الصوص الابيض او الوايت صوص احلى من بره 100 مره. بصوا شايفين شكلها والالوان بتاعتها عامله ازاي. تقليبه كمان ونقدمها. نطلع بس كل الالوان الحلوه اللي تحت دي نطلعها فوق كده اهي يا جماعه. والموتزاريلا بقى دلوقتي هتبتدي تسيح وتديني بقى مطه حلوه قوي في الخليط بتاعنا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليه. تستاهل بقكم. يبقى النهارده عيدنا بناء على طلباتكم، عيدنا وصفه كريمه هاله للطهي او بديل كريمه الطهي اللي عملناها بمقادير مظبوطه جدا جدا. اشتغلي بيها وانت مغمضه مفيش اي مشكله خالص. عملنا الكريمه وعملنا منها بصوا البانيه المقرمش لونه الذهبي اللون الفاتح الجميل، شكله يفتح النفس يغريك ان انت تقومي دلوقتي بعد الحلقه تشتغلي فيه على طول ان شاء الله. طعم غني جدا، هيغير لك مفهوم البانيه نهائي بالنقع اللي نقعناه في الكريمه. وكمان عملنا جنبه اللي يليق عليه المكرونه بالوايت صوص او بالصلصه البيضة برضو بالكريمه اللي عملناها على ايدينا. وصفات اهي تانيه مختلفه. الاربع عملنا لكم نوعين البيكاتا بالكريمه، النهارده عملنا البانيه وعملنا المكرونه بالصوص الابيض. اظن يعني مفيش بعد كده.